الاول اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لازم تعرفوا ان انا موجود هنا معاكم احتراما وتقديرا وحبا لكل الاعلام والشعب التونسي فرد فرد، انما انا كاتفاق ان انا اعمل الاعمال الصحفيه ده مش موجود جوه اتفاقاتي، ولكن وجودكم هنا وجودكم انتوا علشان تاخدوا مني كلمه ده شيء يسعد قلبي ان اكون موجود وسط الاعلام اللي انا بحبه اصلا. فده اللي تعرفوا ان انا نزلت، انا لما مشيت من الحفله مش مشيت علشان خاطر انا مش عايز اعمل معاكم احاديث، لا هو احنا لا يا استاذ اسكتي لو سمحتي، اسكتي لو سمحتي، اسكتي لو سمحتي، انت اسكتي، اسكتي انت، لا بتسكتيش، اسكتي انت اخدت، عشان انت اصلا مالكيش علاقه، اصلا ما بتعرفيش تعملي حفلات ولا بتعرفي تديري حفلات ولا ليكي علاقه بالحفلات. ازاي انا بس وجودي هنا علشان وجودي هنا علشان ايه؟ علشان تاخد 80,000 دولار وتخرج ما تحترمش الشعب. استاذ احمد تسمعوا الميكرو، تسحبوا منه الميكرو، مراه تونسيه دماغ واقفه على الجمر، المراه هذيا باش تخدم باش توفر باش تجيب احمد سعد يقولها اسكتي انت وانتوا تصوروا فيا، تصدم زينا ما تسكتش هذيك مراه تونسيه مسميه مراه قدرها عالي، خلوا يسمحوا فيا صوروا غيرك فيا، لا ما تسكتش 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 راه رايحين عندي الوالدين ما تسكتش احمد سعد جاي هنا مراه تونسيه اليوم في تونس في عقر الناريبه. يرجع يعتذر زاد لا هدوء ما تستحقش تونس، انت تونس اكبر منك شويه هدوء يا جماعه. احنا المراه التونسيه ما تقدرش تشرف تونس، لا تشرف تونس، انت لا تجاي احنا عاملين عليك مزيه. لا لا يا اولاد لا سهله ولا مرحبا. ما يحكي خاطر احنا وقفنا له قلنا له مراته زيد هيلها خرج وخاف خاطر عنده كارتاج يا جماعه. احمد سعد اليوم هذه مراته تسيا، اقسم بالله نحكي بها المراضية جت على الشمر وانا حيه، المراضية تعبت مدير اعمال وانا قدم في الحفله دزني يا جماعه وخرجتي من الكنيسه توا جيت مدير اعمال وهذاك مش مدير اعمال خليك فنان فنان مصري زاد مدير اعمال يغني وانقذنا الموقف وقعد الجمهور واستنى. اما احمد سعد لا يمثل الفن المصري، لا يمثل الفن المصري. الاولى اداره اعماله بالله خليه يا اعتذر 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 ليش شوي يا حرام يا اعتذر همت بنت صغير بسين يا اعتذر يا حبيب ايش يا مدام مدام روح ولا حتى ميكرو مش جيب معلم في بلادك يا معلم لا يا انا اختي يا لا 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 مرأة تعبت مشات على الشمال باش تجيب وباش تصعد الجمهور التونسي كريم قولها اسكتي انت شكونه هو؟ بزاف يحكي مع الجورناليست بتاعو كيك احنا الجورناليست قمة وخضر لهنا السلطة الرابعة ذوكم هذوكم ناس محترمين ومحترفين ولا فرنسا قاعدين
ديما مزادين تعليل يستنوا في سي احمد سعد باش يصور والجار غير عنده كارتاج خايف. وين راح نسكن هاي نسكن شكرا هيا يا مدام هيا يا مدام.